طيب احنا كنا اخر حاجة عملنا اضافة ليها للبروجكت بتاعنا ان احنا ضفنا الداتا موديل البسيط دوت او الكلاس البسيطة ديت اللي فيها التلاتة اتريبيوتس دول employee name والديبارتمنت والايز اكتف. طيب انا محتاج بقى ان انا اضيف حاجة مهمة جدا، انا عايز اربط لما بتخش على اي ويب سايت مثلا او اي ابلكيشن في شركة او حاجة مش بتقعد تكتب اليور ايلز، يعني ده مش افضل طريقة ان احنا نافيجيت او نتحرك جوه الابليكيشن بتاعنا او السيستم بتاعنا. احنا محتاجين زي كده بالظبط، ادوس على privacy يوديني privacy، ادوس على home يوديني home، فانا ما عنديش حاجة توديني على الامبليز غير ان انا اكتب اليور ايل، ودي مش حاجة عملية. فاحنا محتاجين نحط لينك كده نقدر نروح للبيج بتاعت الامبليز من غير ما نكتب اليور ايل بتاعها. تمام، يلا بينا نعمل كده. طيب انا هقفل الداتا مودلز وهقف على الامبليز فيو وهقفل برضو الامبليز فيو وهروح على الاندكس. الاندكس هنا لو خدنا بالنا هو لسه بالطريقة القديمة ديت، فانا هروح اقول له ان انا عايز والله استخدم html5 وتاب وهاخد الكلام اللي كان مكتوب وهحطه جوه البودي كده شوية. تمام، انا ما عملتش اي حاجة غير ان انا ضفت التاجز بس بتاعت الhtml document وحطيت ال h1 المكتوب جواه hr application جوه البودي. تمام، طيب تحتيها كده هنا بقى نروح اعمل له مثلا h3 header برضو بس اصغر شويه، واقول له هنا جوه ال h3 to go to الامبليز click here. طيب اقول له عشان تروح للامبليز click here، وهخلي كل الامبليز وكليك هير دي كليكابل. ازاي نخليها كليكابل؟ او ان احنا نقدر ندوس على اي كلمه منهم سواء امبليز او كليك او هير فيروح للفورم بتاعه الامبليز بان احنا هنعمل لينك. هنقول له هنا والله ده ايه، تعال كده نقفلها هنا وهاجي هنا جنب الحرف الاي ده اضيف له والله ان انا عايز استخدم اتريبيوت اسمه ASP action وهقول له امبليز وهقول ايه اللي انا عملته هنا دوت. تعال بس نصغر الفونت كده وممكن نقفل ده. ايه اللي احنا عملناه هنا؟ عملنا هيدر هيبقى جواه الكلام دوت، لينك عشان نطلع الامبليز كليك هير كليكابل او ان احنا نقدر نخليها كلينك، وحطينا اتريبيوت اسمه ASP action. ASP action دوت بيندرج تحت قصه كده في ASP.NET Core اسمها تاج هيلبرز. لو شفنا حتى كده هتلاقي هنا الديسكريبشن بتاعه بيقول لك ذا نيم اوف ذا اكشن ميثود. لو شفنا كده الديسكريبشن بتاعه هنلاقي في حاجه اسمها ان هو جاي من حاجة اسمها تاج هيلبرز، هنتكلم عليها بالتفصيل في المراحل المتقدمة شوية. بس كل اللي تقدر تفهمه عن اللي بيعمله ASP action دلوقتي ببساطة خالص ان هو هيروح يلينك، مش احنا عندنا هنا لينك، انا خلي بالك انا ما قلتلوش هو هيروح فين، يعني ما قلتلوش اللينك ده هيروح فين. في العادي كنا هنعمل ايه مثلا حاجة اسمها href للناس اللي فاكرة html واقول له والله يروح على مكان معين هنا في الفيوز مثلا، لكن هنا انا ما قلتلوش كده، انا قلت له روح على الامبليز. هو بقى هيروح يفهم لوحده الامبليز ديت. تعالوا نران كده ونشوف الابلكيشن بتاعنا هيران. احنا كده كده كنا عايزين نعمل لينك. تمام، ادي اللينك بتاعنا اتضاف اهو، هقول له تو جو تو امبليز كليك هير. اول ما انا هكليك هير اهو راح ودانا على طول للامبليز بدون اي ما نكتب يو ار ال او سلاشز ولا اي حاجه. دي الطريقه المنطقيه. ممكن بقى تخليها باتون، تخليها جزء في الهيدر هنا، دي هتبقى براحتك وهنجرب نعمل كده. بس احنا بس نعمل حاجه بسيطه دلوقتي. طيب انا محتاج اقف على ال H3 ديت وهقول له انسبكت. اتمنى تكون بتستخدم جوجل كروم، ممكن اعتقد فايرفوكس برضو بيعمل كده. لو مش عندك هنحتاج ان احنا ننزل جوجل كروم او فايرفوكس عشان نقدر نعمل موضوع الانسبكشن دوت بطريقه سلسه يعني. فهاجي هنا كده وانا واقف على ديت هقول له رايت كليك وهقول له انسبكت وهفتح انا ال H3 ديت كده واشوف ايه اللي مكتوب جواها. اللي مكتوب جواها جوه الانكر تاج او الاي تاج دوت ان هو كتب لي هنا href وادي اللينك اهو home.employees، وانا في الكود ما حددتلوش كده، انا قلت له ان انت بس هتروح للامبليز. هو بقى راح باستخدام التاج هيلبر اللي اسمه ASP action دوت راح فهم لوحده ان هي جوه الهوم امبليز. فدي هتنفعني بقى جدا لما يكون الابلكيشن بتاعي كبير وانا محتاج مثلا اغير اسم او اغير الباس بتاع اللوكيشن بتاعها بتاع الفيو دوت، فهو يقدر يروح يفهم لوحده. وهنتكلم في الموضوع ده تفصيليا. المهم ان احنا ببساطه جدا قدرنا نعرف ان الاس بي اكشن في الامبليز هنا راح عمل لنا جنريت للhref. هل ينفع اكتبها href جوه الريزر سنتكس؟ ينفع طبعا بدون اي مشاكل، بس مش الصح ان احنا نعملها هارد كودد،
ان احنا نكتبها كده ثابته، لو اي حاجه اتغيرت هحتاج اقعد ادور على الابلكيشن بتاعي ممكن يطلع ايرور. فالافضل ان احنا نستخدم تاج هيلبر زي الاتريبيوت اللي اسمه اي اس بي اكشن، والريزر سنتكس هو هيروح يعمل لها كونفرت للتاج دوت او الاتريبيوت دوت لما الابلكيشن يتعمل له ريندرنج. تمام، اتمنى تكون وصلت، وزي ما قلت ان شاء الله في المراحل المتقدمه هنبتدي نتكلم على التاج هيلبرز وهم كتير بالتفصيل اكتر من كده. بس المهم ان احنا ايه قدرنا نعمل لينك ظريف اهو يودينا على الامبليز من غير ما نكتب اليو ار ال. لو مش عاجبك كده طبعا ممكن تغيرها، هي طبعا كبيره شويه فاحنا ممكن نطلع كلمه امبليز ديت هنا، فهيبقى الحته الكليكابل بس هي كلمه كليك هير اللي هي جوه الانكر تاج. عملنا ران كده تمام، ف to go to employees employees طلعت بره وكليك هير هي بس اللي شغاله. طبعا دي مش افضل طريقه ان احنا نعمل نافيجيشن جوه ويب سايت او جوه سيستم مثلا، بس احنا مجرد بنعمل ديمونستريشن للفيتشرز اللي ممكن نضيفها او ازاي نتعلم حاجات واحده واحده. طيب احنا كده نبقى خلصنا الفيديو دوت، ونتقابل في فيديوهات قادمه ونكمل بناء الابلكيشن الصغير بتاعنا ان شاء الله.